الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. النهاردة والله أنا مش عارف، أنا بصراحة بكلمكم وأنا متضايق، يعني أنا حزين على اللي بيحصل. ناس كتير اتصلت بيا وبعتت لي رسائل بتقول لي إحنا خلاص هنبطل تربية، ورغم ان انا عارف السبب الا اني سألتهم برضك ايه يا ترى السبب. قالوا ان النهاردة العليقة اللي كنا بنجيبها 5 6 جنيه النهاردة وصلت 8 9 جنيه، الشكارة اللي كانت ب 300 جنيه بقت عدت 400 جنيه. طب احنا هنربي ازاي؟ طيب طبعا الناس اللي بتتكلم في بطل التربية دي معظمهم ناس اللي هما بيربوا في البيت، اللي هما الناس اللي بيربوا عشان ياكلوا من التربية بتاعتهم، وإذا اتبقى حاجة عن طاقتهم يبيعوها. لكن أنا، أنتوا معاكوا حق فعلا، أنا النهاردة رحت عشان أشتري عليه قلاتة ب 9 جنيه. أنا مستغرب بصراحة، فرق كبير جدا يا جماعة، فرق كبير إن الشكارة تزيد أكتر من 100 جنيه. ولما بسأل عن السبب بيقول لك أنت مش داري الحرب اللي قامت. يا جماعة طب مال الحرب ومال العليقة؟ وحتى لو الاتنين لهم علاقة ببعض لسه بدري على يعني اكيد انتوا عندكم مخزون ولسه الجديد مجاش. لا ده هي غليت على طول. يا جماعة ارحموا الناس، مفيش، انما انا مش عارف. وبصراحة مشكلة تربية الارانب ان 75% عليقة، يعني غير الطيور وغير برضك الطيور عليقة، الطيور غليت وعليقة المواشي غليت، لكن مشكلة الارانب ان 75% من الاكل بتاعها علف او عليقه. فمش عارف الناس تعمل ايه بصراحه. لكن النهارده انا هحاول افكر معاكم كده ازاي نعمل بدايل للعليقه. طبعا مش هنعمل بدايل 100%، انما يعني هنحاول لو الارانب مثلا بتاكل في اليوم، الكميه اللي عندك مثلا بتاكل في اليوم كيلو، نحاول نخليها نص كيلو، كيلو الا ربع، هتوفر معانا شويه. بصراحة أنا لقيت الحاجات اللي ممكن نستفيد منها، كنت هقول لكم العيش، بس برضك العيش برضك بيزيد. طب إيه تاني ممكن؟ ممكن يا جماعة الخضار، يعني استخدموا الخضار اللي باقي عن حاجتكم. يعني مثلا لو أنتوا عندكم الورق بتاع الفاصوليا، اللي هو قشر الفاصوليا دوت اللي هو زي ده كده، برضك الناس اليومين دول بتخزن الفاصوليا ديت، ممكن تدوها للأرانب تاكلها، ياكلوها عادي مفيش مشكلة، بس طبعا مبلاش كميات كبيرة من الخضار عشان الانتفاخات. لو عندكم برضك اللي هو لو في برسيم، حد عندكم تدرج جيبه برسيم برضك، حاولوا تشوفوه تأكلوه الأرانب، يبقى وجبة من وجبات. لو الشعير ممكن يبقى رخيص شوية، هاتوا منه، حلو للأرانب ومفيد جدا للأرانب. ايه تاني؟ حاجات كتير ان شاء الله. وبرضك الكزبره والبقدونس اي نوع خضار والخس، الحاجات دي كلها ممكن الارانب تاكلها. وحاولوا بقى ما ايه تستغلوا القشور او القشور اللي بتطلع من الاكل عندكم، يعني قشر الفواكه زي الموز والبرتقال والكلام ده كله، نشفوه يا جماعه وادوه للارانب تاكله، بياكلوه كويس جدا مفيش مشكله فيه. والخس برضك بياكلوه برضك. والقش، قش لو حد عنده قش رز زي اللي مرمى على الارض كده، الارانب بتاكله برضك، بس انا فرشه هنا كتير عشان ايه، يعني لان دول لسه فطام فمدخلهم لسه الاوضه جديد، فالقش بياكلوا منه برضك. القصد من الموضوع ان انا بحاول اجيب اي بديل للعليقه او ان انا اوفر. ناس كتير بصراحه قالت احنا هنبطل خلاص تربيه، لان الموضوع ده زاد عن حده كده، والموضوع مش جايب همه، يعني ان انا اقعد اربي وفي الاخر حته تموت ولا حته يحصل لها حاجه، مش جايب همها. فمعلش نصبر شويه ونحاول نعدل الفتره اللي احنا فيها ديت، عشان يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا. حاول تفكر معايا، وحاول تتغير من تقلل من كميه العليقه وتجيب انواع تانية من الاكل. وربنا يكرم الجميع وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.